مدام اعتماد اللهلوطي موجودة؟ موجودة، اتفضلي. في شباب. اهلا اهلا يا عديل. اهلا يا مدام اعتماد. اهلا اهلا, أهلاً. دول بنات اخويا، اتفضلي. اهلا اهلا. مش عارفه نفسي كتم كده ليه مره واحده. عديله رقيبه شاطره قوي، دي خلفتي في الرقابه. يا خبر يا فندم، خلفتك؟ يا دي حاجه كبيره قوي، ده وسام كده وشهاده حطها كده على كتفي وبروزها واقعد العمر كله افتخر بيها. عملت ايه سيادتك في السيناريو اللي اديتهولك؟ رفضتيه؟ قصدي يعني قريتيه؟ سه ايه سيناريو؟ هو انت مش سويتي معاشك من 10 سنين في الرقابه يا طنط؟ مستحيل نقدر نستغنى عنها، دي هي الغايب الحاضر في الرقابه، وما نقدرش لا نقبل ولا نرفض اي سيناريو من غير هي ما توافق عليه، خصوصا في الافلام الشائكه اللي بنقعد ندور 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 ان نطلع فيها غلطه ما بنلاقيش، هي اللي بتقدر تطلعها لنا. طبعا يا أبلة شوازينجر، هي حجة في الكبس على الأنفاس. ها السيناريو أخبره إيه؟ أحسن الفار ابتدى يلعب في عبي وعمالة بدور وببحبش كده مش لاقي غلطة. فار واحد؟ فارك مصحصح قوي يا عديلة. صفحة 6 فيها البطل بيقول لرئيسه لأ، ولأ يعني إيه في الرقابة يا عديلة؟ يعني لأ طبعا. ولما أنت عارفة أنها طبعا، انت اللي عارفه ان البلد ناقصه هزات. هو حضرتك عملتي ايه في الاغنيه بتاعه صباح اللي هي بتقول لا تيرارارا لا تيرارارا لا؟ انا وقتها كنت في موريتانيا باسس لهم جهاز الرقابه هناك. وبعدين انت ازاي يا عديله ما كتبتيش يرفض بعد ما قريتي مشهد النهايه؟ ده اكيد كان في مظاهره بقى. يا ريت كان يبقى واضح وصريح ويترفض من غير ما عديله تتخمي فيه، ده بيدس السم في العسل. استعراض راقص وفي ميدان التحرير، ميدان التحرير ده يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجمع وعلى بعد خطوات وزارة الداخلية، والرأس في المكان ده معناه استهزاء بالرموز الوطنية. تلاقيه مؤلف شاب ومش عارف مصلحته ومش عايش على أرض الواقع لسه بيحلم. ده انت رقيبة بالوراثة، وبعدين دول شباب طايشين ومش عارفين مصلحتهم. بص يا عديلة، أنا هديكي درس رقابي عمرك ما تنسيه يا عبد الستار. ايوه نعمل يا ست اعتماد. قولي يا عبد الستار، ايه يعني ايه رقابة؟ يعني اللي يغلط الطيار يلقبته. قولي يا عبد الستار، ايه آخر أفلام شفتها؟ هما صراحة يعني هما تلات أفلام سمعتهم وعجبوني قوي. أول فيلم في بيتنا رجل. تقصد في بيتنا رجل؟ ايوه. والفيلم الثاني بقى بتاع الاستاذه الكبيره سعاد وحسني، اسمه الكرنك. قصدك الكرنك؟ ايوه هو ده. الفيلم الثالث بقى اللي عجبني قوي قوي، الفيلم بتاع الاستاذ رأفت الهجان. تقصد مسلسل رأفت الهجان؟ ايوه هو ده. وفهمت منه ايه يا عبد الستار؟ لا ده انا فهمت في الفيلم ده اكبر حكمه اتعلمتها من الفيلم ده، ان التدخين مضر بالصحه، عشان الاستاذ رأفت الهجام كان طالع على طول سيجاره ورا سيجاره ورا سيجاره ورا سيجاره على طول. طب روح يا عبد الستار. انا هروح ازرع البطيخه دي وعلى وشكم بقى يمكن تطرح شمام واجي احكي معاكم للصبح. اهو ده بقى نموذج المتفرج اللي تحطيه في دماغك وانت بترقبي الافلام.